الفيصل وهي الحسام وهي التاريخ وإن كان شابا، لكن لقاءهما له مذاق طيب وعجيب. المغرب يتصدر المجموعة الأولى والجزائر تسعى للذهاب إلى مباراة الختام، ويدخل من هناك شباب سوريا الذين كانوا اكتشافا لحاله يحتاج إلى صفحات، ومثلهم السعودية والعراق وشباب مصر وكل الذين شاركوا، وسوف يكونون مستقبل منتخباتنا بالقريب وليس بالبعيد. وسأعود إلى القريب الذي دار هنا، تقاسم الطرفان حجة المباراة، فكل واحد كان طرفا فيها لشوط وبالآخر كان هناك الثاني. وإن لم يرتقي الأداء إلى اسم المغرب ولا للجزائر التي علمتنا لقاءاتهما أن تكون حامية الوطيس بعدما غلب الحذر مفاتيح القدر، فلم نرى خطورة تسمى خطورة على أي مرمى، واقتصر الأمر على الحيازة والتهديد بها ولو كان من بعيد. على كل حال التعادل كان سيد الموقف بكل دقيقة شهدناها، وأهل الأرض لا يحتاجون إلا إليه بغض النظر عن لقاء سوريا الذي دار مع السودان والذي قلنا مقدما لأنه يدخل على الخط إذا خسر المغرب وفازهم بكم من الأهداف، والأهداف حرمنا منها ومن لذتها التي بقيت خلف أسوار التأهل إلى مباراة الختام والتي كانت أفضل من كل شيء لشباب المغرب الذين وصلوا إليه بانتظار طرف آخر من الجهة الثانية التي سوف يكون فيها مصري أو سعودي. عمار علي، صدى الملاعب.